بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، المكان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والزمان آخر أسبوع في حياته المباركة الشريفة صلى الله عليه وسلم، والحدث هو أعظم حدث مر بهذه الأمة. يحدثنا به الإمام البخاري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي اشتد به المرض، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. سأل: أصلى الناس؟ قلنا: هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، وهو إناء واسع كبير، يريد صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فيكتسب شيئا من النشاط ليخرج لصلاة الجماعة. فاغتسل ثم ذهب لينوء، أي يقوم، فأغمي عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق وقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فاغتسل ثم ذهب لينوء صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة، فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه ليصلي بالناس. أيها الأحبة، رأينا في هذا الموقف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، وهو من هو؟ هو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو من هو؟ هو أفضل من خلق الله، وأفضل من وطئت رجله على أرض الله، هو خير الأنبياء وخير الرسل، ومع ذلك يحرص بأبي هو وأمي مع هذا المرض ومع شدة المرض على صلاة الجماعة. فما بال أقوام ينتسبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون النداء وينشغلون عنه بشهواتهم، وينشغلون عنه بالدنيا وزخرفها، وينشغلون عنه بنوم أو غيره. لماذا لا يجيبون داعي الله؟ لماذا لا يأتون إلى بيوت الله سبحانه وتعالى؟ لعلهم، وهذا من حسن الظن بهم، لا يعرفون قدر هذه الصلاة، لا يعرفون قدر صلاة الجماعة، ولا يعرفون الثواب المرتب على فعل الصلاة في جماعة. ولذا تعالوا نستعرض تلك الثمرات العظيمة المباركة
التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأتي ويشهد الصلاة في الجماعة. أول هذه الثمرات أيها الأحبة في الله أنه يكون في ظل العرش يوم القيامة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي ظل العرش، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، تعلق قلبه بالمسجد حبا وبالصلاة فعلا وطلبا، فكأنه إذا خرج من المسجد يشتاق للعودة إليه مرة أخرى لحبه لأداء الصلاة في الجماعة. ألا ترغب أيها الحبيب أن تكون في ظل العرش يوم القيامة، يوم تدنو الشمس فيه من الرؤوس حتى يكون بينها وبين الرؤوس مقدار ميل، يوم يزداد فيه الزحام، يوم يشتد فيه العرق حتى يبلغ قامة الرجل، بل منهم من يلجمه العرق إلجاما. في ظل هذه الظروف العصيبة الشديدة نجد بعض الناس في ظل العرش، اللهم اجعلنا منهم ومن هؤلاء معلق القلب بالمسجد لحبه لصلاة الجماعة. وهذا الذاهب إلى المسجد، وهذه هي الثمرة الثانية، تكتب آثاره حسنات، تكتب آثاره له، كما قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولما أراد بنو سلمة الانتقال إلى قرب المسجد وكانت البقاع خالية وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم، يعني الزموا دياركم، لأن الانتقال من البيت البعيد عن المسجد إلى المسجد كل ذلك يكتب لك في ميزان الحسنات. والثالثة أن الملائكة يختصمون في كتابة هذه الخطوات، بل والملأ الأعلى من الملائكة، ليس الملائكة فحسب، فقد سأل رب العزة جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، وهم أشرف الملائكة، يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: الله أعلم. فلما سأله رب العزة جل وعلا بعد أن أطلعه على ما شاء من العلم وسأله مرة أخرى، قال: بلى، في الكفارات، وذكر منها المكث في المسجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات أو في الكريهات، يعني في شدة البرد ونحو ذلك، يحرص العبد على إسباغ الوضوء وإتقانه، ثم يمشي إلى بيت من بيوت الله عز وجل، فيختصم الملأ الأعلى في كتابة هذه الخطوات لعظمها وشرفها وعظيم ثوابها عند الله عز وجل، بل ويكتب له، وهذه ربما لا يعلمها كثير من المسلمين، يكتب له ثوابه كذلك إذا عاد من المسجد إلى البيت. فهذا أبي بن كعب رضي الله عنه يرى رجلا من الأنصار بيته بعيد عن المسجد لكن لا تخطئه صلاة في المسجد، فأشار عليه أن يشتري حمارا يقيه حر الرمضاء، أي حر الصحراء، ويستعمله كذلك في الظلماء في شدة الظلام. فقال هذا الرجل: ما يسرني، وانتبه، ما يسرني أن بيتي مطنب بالمسجد، أي مربوط بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت كلمة عظيمة على نفس أبي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذا المعنى، فأتى به فقال: يا رسول الله، إني أريد أن يكتب الله لي ممشايا إذا ذهبت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال: قد أعطاك الله ذلك كله. الله أكبر، يكتب له ثواب الصلاة وحسنات إذا جاء من بيته إلى المسجد، فإذا عاد من المسجد إلى البيت يكتب له أيضا نفس الثواب ومثل هذه الحسنات. وهذه الخطوات ضمان من رب البرية جل وعلا
أن تعيش بخير وأن تموت بخير. حينما يبحث الناس عن الضمانات البشرية، حينما يبحث الناس عن العقود المحرمة كعقود التأمين وغيرها، يريدون أن يؤمنوا على حياتهم، يريدون أن يؤمنوا على ممتلكاتهم، يأتي هذا الضمان الرباني لأصحاب المساجد، للحريصين على صلاة الجماعة. في نفس الحديث، حديث اختصام الملأ الأعلى، قال الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: ومن عاش كذلك عاش بخير ومات بخير. الذي يعيش على ذلك ويعيش معلق القلب بالمسجد حريصا على صلاة الجماعة عاش بخير ومات بخير. هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من تترك صلاة الجماعة؟ إن كنت تصدقه فهو الذي أخبر أن من عاش على ذلك عاش بخير ومات بخير. والثمرة التي بعد ذلك، ومن نفس الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. الله أكبر. كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة، كلما توضأت في بيتك وأتيت إلى بيت من بيوت الله عز وجل وصليت مع الإمام في جماعة، خرجت من ذنوبك وصرت كيوم ولدتك أمك. الطفل يكتب له الحسنات ولا يكتب عليه سيئات، الطفل صحيفة حسنات فقط. فكذلك الذي يصلي الجماعة ويحرص على صلاة الجماعة يخرج من ذنوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون كيوم ولدته أمه. وكذلك مما يبين عظم أجر الصلاة مع الجماعة، وهذا حديث أهديه لإخواني، كثير منهم لا يعرفه، وأنتم أحبتي في الله أمناء على هذا الحديث، بل وكل الأحاديث كما ذكرت لكم في الخطبة السابقة، أن نعمل بها وأن نبلغها المسلمين وأن ننشرها في الناس، فأنتم ترون مدى التقصير في صلاة الجماعة خصوصاً. هذا حديث عظيم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لنا فيه عظم أجر الذي يصلي الصلاة مع الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم خرج إلى صلاة الجماعة أو إلى المسجد، من توضأ في بيته وخرج إلى المسجد متطهرا فأجره، اسمع، كأجر الحاج المحرم. فأجره كأجر الحاج المحرم. الله أكبر. أجر حينما تتوضأ في بيتك وتتطهر وتذهب إلى المسجد، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. إذن خمس صلوات في اليوم والليلة تساوي في ميزان الله خمس حجج، خمس حجات، يكتب الله لك بذلك ثوابا كثواب الحاج المحرم، كثواب الحاج المحرم. وأنت حينما تخرج من بيتك إلى صلاة الجماعة فأنت في ضمان الله عز وجل. وما أدراك ما ضمان الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله. وذكر منهم رجل خرج من بيته إلى صلاة الجماعة فهو ضامن على الله، ضامن على الله أن يغفر له ذنبه أو يعيده إلى بيته بما كسب من أجر وغنيمة. ضمان الله جل وعلا للمصلين في جماعة. وهذا الذي يخرج من بيته أيضا إلى صلاة الجماعة هو في صلاة حتى يرجع. كأنك حينما تتوضأ في البيت وتمشي هذه الخطوات يبدأ كتابة الثواب منذ أن تخرج من البيت، وثواب كأنك تصلي. الله أكبر، كأنك تصلي. قال صلى الله عليه وسلم: من إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة، أي وأنت تمشي أنت في صلاة، وإذا رجعت بعد أن أديت الصلاة فأنت في صلاة. تأمل كيف يكون عظم الثواب للذين يصلون الصلوات في الجماعات. بل أبشرك وأسعد قلبك بإذن الله سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل يفرح بك أيها الحبيب إذا أتيت إلى المسجد لصلاة الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توطن المساء لا يتوطن عبد المسجد يتوطن، كأن المسجد صار له وطنا لشدة ملازمته له، لا يتوطن عبد المسجد إلا
تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. كان لك حبيب غاب عنك في سفر أو في غير ذلك فأخبرت بقدومه، كيف يكون استقبالك له وكيف يكون فرحك به؟ هذا في حق البشر، هذا الفرح في حق البشر، أما في حق الله فنثبت له الفرح على ما يليق بجلاله وكماله. الله الكبير المتعال يفرح بك أيها الحبيب إذا أتيت إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة. ما توطن عبد المسجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. وكأنك إذا أتيت إلى المسجد تزور ربك سبحانه، وحق على المزور أن يكرم زائره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. وكيف يكون الإكرام؟ كيف يكون قدره؟ وكيف يكون عظيما؟ اسمع للثمرة التي بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أتدري ما النزل أو النزل؟ إنه المكان الذي يعد للضيف لينزل به، والجائزة والضيافة كذلك التي تعد وتقدم للضيف. فإذا كان الذي يعد لك ذلك هو الكبير المتعال فكيف يكون عظيما؟ كيف تكون سعادتك إذا جئت يوم القيامة ودخلت الجنة؟ أسأل الله أن يدخلني وإياكم الجنة. إذا دخلت الجنة فرأيت ما أعده الله لك طيلة هذه السنين من النزل ومن النزل، إكراما لك لأنك كنت حريصا على صلاة الجماعة. ويا حسرة المفرطين حينما يتفكر الإنسان في رجل دعي إلى وليمة عند أحد الملوك الكرماء، وليمة ما حضرها قبل ذلك، وليمة إنما يسمع عن أوصافها فقط أو ربما يراها في نومه. فدعي هذا المسكين إلى هذه الوليمة فغلبته عينه فنام، كيف تكون حسرته حينما يستيقظ؟ إن الواحد منا ربما يجلس على إحدى الولائم فيرى ما يعد فيها من لذائذ الطعام، فربما يتمنى ألا يشبع، يريد أن يأكل كل ما أمامه. فإذا كانت هذه ولائم البشر وهذا إكرام وهذه ضيافة البشر فكيف بضيافة رب البشر سبحانه وتعالى؟ وكم يفوت المفرط والمقصر في صلاة الجماعة من الثواب العظيم والأجر الكبير عند الله عز وجل. والذي يصلي أيضا صلاة الجماعة تصلي عليه الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أرأيت الذي صلى في بيته، هذا إن صلى، أرأيت الذي صلى في بيته يحرم من صلاة الملائكة؟ أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة، لو أتيت قبل الصلاة بوقت يحسب لك هذا كأنك في صلاة، ما لم يحدث تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هل انتهت ذنوبي وذنوبك فلذا تقصر في صلاة الجماعة؟ تصلي عليه الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وصلاة الملائكة مقبولة ودعاء الملائكة مستجاب. فإن نافست على الصف الأول فإن الصف الأول عند الله مثل صف الملائكة، وإن الصف الأول يصلي عليه الله جل جلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، وفي رواية على الصفوف المقدمة، وفي رواية على الصف الأول. فكم يفوت المقصر والمفرط من ثواب، بل تنال استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم ثلاثا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم أو الصف الأول ثلاث مرات، ويستغفر للصف الثاني مرة واحدة. فيا عظم ثواب من كان كذلك. فإذا أقيمت الصلاة وصليت مع المسلمين وقرأ الإمام الفاتحة
فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقلت آمين، أتدري ما الثواب؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا مسكين، يا صاحب الذنب الثقيل، ومع ذلك تصلي في بيتك، أين أنت من كل هذه الثمرات؟ إذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. وكيف يكون عظيما هذا الذنب، كيف يكون عظيما ما تقدم من الذنب؟ أترضى أن تأتي يوم القيامة بهذا الحمل الثقيل؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا صلى عاد من المسجد مغفورا له، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء أتقن وأحسن وأكمل، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. الله أكبر، غفر الله له ذنوبه. يتوضأ في بيته ويسبغ الوضوء ويمشي إلى المسجد لصلاة الجماعة، يصليها مع الجماعة مع الإمام في المسجد، يغفر الله عز وجل له ذنوبه ويرجع ب27 درجة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو الفرد، أي الفرد، ب27 درجة. لو قيل لبعض الناس الذي يعمل مثلا في شقته، قيل له أسفل البيت هناك عمل ب27 ألف، والعمل الذي أنت فيه ب1000، هل من عاقل يفرط في هذه الصفقة الرابحة؟ كيف إذن تترك أنت صلاة الجماعة وتصلي في بيتك؟ هذا إن قبلت هذه الصلاة كما سنذكر في الخطبة الثانية، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. وأخيرا، يعصمه الله بصلاة الجماعة من الشيطان، والشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذئب الإنسان كذئب الغنم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية والناحية التي تشرد على الراعي، فعليكم بالجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مثاله صلاة الجماعة في المسجد كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث. فكيف يكون، كيف تكون مقاومتك للشيطان أيها المسكين وقد انفردت وقد شردت وبعدت عن جماعة المسلمين وعن جماعة المصلين؟ هذا رجل ينصحه ابن عمه في الصلاة فيقول له: الصلاة هذه تصلونها وتؤدونها منذ 1400 سنة، الصلاة دي خلاص مضى قديمة. فيقول له: كيف ذلك؟ الصلاة فريضة الله، الصلاة عماد الدين. ويظل ينصحه ويظل يلح عليه ويبين له النصوص التي جاءت في ذلك، فما كان منه إلا أن ضحك مستهزئا، إلا أن ضحك مستهترا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعلم بذلك زوجه فتصر على أن تنفصل عنه وتتطلق منه، لأنه بذلك وهذا الاستهزاء قد كفر بالله العظيم، وتأخذ ابنتها وتنصرف وتنطلق إلى أهلها، ويظل هذا الأثيم على حاله تلك. وفي يوم من الأيام يحل به عقاب الله جل وعلا. يريد هذا الرجل أن يغتسل، فيذهب يدير مفتاح الكهرباء لإدارة وتشغيل سخان المياه، فإذا به يصاب بماس كهربائي، فيموت على حاله واقفا أمام باب الحمام، ويظل في شقته أيام عددا، أياما عدة أيام، يظل على هذا الحال حتى ينتفخ جسمه وتخرج رائحته وتفوح، فيشم الناس من الجيران تلك الرائحة القذرة. وتأتي المرأة أو ابنتها، ترسل المرأة ابنتها تتفقد حال أبيها، فتدق عليه الباب فلا يفتح، فلما ساورها شيء من القلق ذهبت إلى أمها فأتت بالشرطة، فلما جاءوا ودقوا الباب فلم يفتح، كسروا باب الشقة، فنظروا في الردهة أو الطريق الذي يؤدي إلى الحمام، فرأوا جسما منتفخا وشموا هذه الرائحة العفنة. فلما رأوا ذلك وتيقنوا من موته ما استطاعوا أن يقتربوا منه،
وإنما سحبوا السجادة التي كان واقفا عليها ولفوه فيها ثم حملوه إلى قبره. حينها يلقى الله عز وجل ويدخل القبر فيحاسب، ومن لم يتأدب مع ربه فوق الأرض سيؤدب في قبره تحت الأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، من هؤلاء الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار؟ من هؤلاء الذين استحوذ عليهم الشيطان؟ من هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم؟ إذا أردتم أن تعرفوا فطالعوا معي تلك الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم والذي نفسي بيده: لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، يعني يقيم الصلاة، ثم آمر رجلا يؤم الناس، أي بدل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ شعلا من النار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. هل سمعت هذا الحديث من قبل يا من تصر على أن تصلي في بيتك؟ والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من النار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. وقال أيضا في حديث آخر: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم. ما الذي يلفت انتباهك في الحديث؟ هؤلاء قد صلوا في بيوتهم، ومع ذلك يريد صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم البيوت، فماذا يفعل في من لا يصلي؟ إثم كبير وذنب عظيم عند الله عز وجل، يفوق في قدره إثم الزاني وشارب الخمر والسارق وقاتل النفس وسائر الموبقات، لأن ترك الصلاة سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وأما هذه الذنوب وتلك المنهيات فلم يسمها كفرا. يهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم أن يحرق على هؤلاء بيوتهم بالنار لأنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة وليس لهم عذر. وقال أيضا: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. ثم بعد ذلك تشكو من انغماسك في المعاصي وأنت الذي فعلت ذلك بنفسك حينما قصرت في حق الصلاة. تقصيرك في حق الصلاة سبب لانغماسك في الشهوات الذي تلبس بذنب من الذنوب ويشكو أنه لا يستطيع أن يتركه. هذا لأنه فرط في حق الصلاة، إما بتركها بالكلية أو بترك صلاة الجماعة أو بعدم الخشوع فيها. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. انظر للتتابع، أضاعوا الصلاة كانت النتيجة اتباع الشهوات. إذن الذي يقيم الصلاة لا يكون متبعا للشهوات، وإضاعة الصلاة معناها كما ذكر المفسرون أن يؤخروها عن أوقاتها، وليس أنهم تركوها بالكلية. وفي سورة الماعون توعد الله المصلين فقال: فويل، ما قال لتارك الصلاة وإنما قال ويل للمصلين، وهم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فكيف تكون عقوبة الذي لا يصلي؟ وقال صلى الله عليه وسلم: وهذا والله من أخطر الأحاديث التي قرأتها في عقوبة الذين لا يشهدون الصلاة مع الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام، نبيك يحذرك أيها المفرط، نبيك يحذرك أيها المقصر، لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني تركهم الجماعات. طب وإن لم يفعل؟ أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أعيد:
لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين من يحتمل. والتخلف عن الجماعة من صفات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حين ينادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، نعوذ بالله من النفاق. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر أسأنا به الظن. كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر أسأنا به الظن، أي خافوا عليه أن يكون من المنافقين. فهل تكون علامة النفاق على ترك مستحب؟ وتارك صلاة الجماعة يعرض نفسه لخطر أن يكون مع الذين قال الله فيهم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يدعى المؤمنون يوم القيامة إلى السجود، وذلك حين يرون ربهم سبحانه وتعالى فيخرون له ساجدين، إلا المنافقين. إذا أراد أحدهم أن يسجد انقلب على قفاه والعياذ بالله، يعود ظهره طبقا واحدا، أي صلبا، لا يستطيع أن يسجد لله سبحانه، وقد كانوا يدعون إلى السجود، أي في الدنيا وهم سالمون. قال ابن عباس: كانوا يسمعون الأذان والنداء للصلاة فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. وقال إبراهيم النخعي: أي يدعون بالأذان والإقامة فيأبون. ويعرض صلاته أيضا للخلاف بين العلماء في قبولها. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى. من سمع النداء ثم لم يمنعه من اتباعه عذر، والعذر خوف أو مرض، لأن ديننا دين اليسر والسماحة. إذا كان الإنسان مريضا مرضا يعوقه عن المحافظة على صلاة الجماعة فليفعلها في بيته، يجمع مع أهله في بيته لا مانع. أما إذا كان صحيحا سليما قويا ولا عذر له، فلا عذر له في ترك الجماعة. هذا رجل أعمى شاسع الدار، بعيد الدار عن المسجد، ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وفي الطريق هوام، وفي الطريق أشجار، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له، فلما ولى دعاه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهل الذي صلى في بيته فيه هذه الصفات؟ رجل شاسع الدار، كبير السن، بينه وبين المسجد سباع وهوام، بينه وبين المسجد أشجار، لا يجد له قائدا يقوده إلى المسجد، ومع ذلك لم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي رخص لك؟ ثم اسمع لقول علي رضي الله عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقول ابن عباس: من سمع المنادي ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. فماذا أنت فاعل أيها الحبيب بعد كل هذه النصوص؟ حاولنا معك ترغيبا وترهيبا، ترغيبا بذكر الثمار التي يحصلها العبد بالمحافظة على الجماعة وصلاة الجماعة، وترهيبا بذكر العقوبات التي تحل بالعبد حينما يقصر في صلاة الجماعة. ثم أخيرا أسألك بربك: هل هانت عليك الصلاة لهذه الدرجة فتسمع منادي الله ثم لا تجيبه؟ لو نادى عليك أحب الناس إليك، ولو كنت مشغولا بما أنت مشغول به، هل يكون لك قلب يقوى على ألا تجيب نداءه؟ فكيف يشرع لك ربك هذه الصلوات الخمس ثم لا تجيبه إذا نادى عليك مناديه؟ لو كنت عاملا في إحدى المكاتب أو إحدى الوزارات وقلت لهم: سآتيكم كل يوم في الساعة العاشرة ودوامك في الساعة الثامنة، فماذا سيفعلون معك؟ فكيف تصر على أن تأتي ربك دوما متأخرا؟ ما ظنك بربك سبحانه وتعالى؟ كيف تصر على تقصيرك في أحب الأعمال إلى الله؟
كيف تصر على تقصير في آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته؟ كيف تصر على تقصير في أول ما تحاسب به يوم القيامة؟ هذا رجل دخل المسجد قبل صلاة الفجر فرأى شابا يجلس يرتل القرآن بصوت ندي، فجلس يستمع لتلاوته، وود لو تأخر الإمام فصلى بهم هذا الشاب، واليوم كان يوم جمعة، وبالفعل تأخر الإمام وتقدم هذا الشاب فصلى، فقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة بصوت عذب جميل ندي، ثم قام للركعة الثانية وقرأ سورة الفاتحة، وانتظر المصلون أن يقرأ بهم بسورة الإنسان كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تجوز وقرأ بسورة الإخلاص لأنه كان على موعد. تجوز وانتهى من الصلاة ثم أمسك برأسه ثم خر ساقطا على الأرض، فحملوه سريعا وحاولوا معه وكشف عليه، فإذا به قد خرجت روحه في بقعة من أشرف وأحب البقاع إلى الله وهي المساجد. فهل تارك الصلاة وهل الذي يصلي في بيته لا يطمع في خاتمة كهذه الخاتمة، لا يطمع في خاتمة حسنة تختم بها حياته؟ آخر وقد حاولوا تلقينه الشهادة، قالوا له قل لا إله إلا الله، حاولوا معه أن تختم صحيفته بلا إله إلا الله فرددوها عليه مرارا لكن الرجل لا يتكلم. فلما كانت الحشرجة وبدأت الروح تخرج وتقترب من الخروج نظر إليهم وقال لهم وما تنفعني لا إله إلا الله وما أعلم أني صليت لله صلاة، ما تنفعني لا إله إلا الله وما أعلم أني صليت لله صلاة. أي الخاتمتين تختار؟ ربك لا يظلم الناس شيئا لكن الناس أنفسهم يظلمون. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، وأن يديم علينا نعمة الصلاة في المسجد، وأن يجعل قلوبنا معلقة بالمساجد، وأن يجعل لنا يوم القيامة نورا وفي القبر نورا. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا جميعا بحسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في زوجاتنا، وبارك لنا في أولادنا. اللهم أصلح أحوال مصر وأحوال المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وأغث إخواننا المستضعفين في سوريا وغزة والعراق وسائر البلاد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.